مشاهدي شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر وفي هذا الخبر او البلاغ بعنوان بمناسبه عيد عرش المجيد جلاله الملك يصدر عفوه السامي على 1769 شخصا من بينهم عدد من الحالات الانسانيه. لان جاء في هذا الخبر بمناسبه عيد العرش المجيد لهذه السنه اصدر صاحب جلاله الملك محمد السادس امره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، بلغ مجموعهم 1796 شخصا من بينهم عدد من الحالات الإنسانية والمتمثلة في المصابين بأمراض مستعصية والمسنين والحوامل والمرفقات وكذا الأحداث وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 2022 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله السامي المطاع بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة من بينهم عدد من الحالات الإنسانية والمتمثلة في المصابين بأمراض مستعصية والمسنين والحوامل والمرفقات وكذا الأحداث ليبلغ مجموع عدد المشمولين بالعفو المولوي الكريم بهذه المناسبة السعيدة 1769 شخصا موزعين كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1459 نزيلا وذلك على النحو التالي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودين في حالة اعتقال وعددهم 1459 نزيلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 74 نزيلا، التخفيف من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1375 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيلين اثنين، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 80 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 310 شخصا وهم كالآتي: العفو من العقوبة الحبسية ومما تبقى منها لفائدة 100 شخص، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 190 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 10 أشخاص. المجموع العام 1769. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وميلادا لهذه الأمة ومنبع للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب سمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا المشاهدين كنتم مع هذا البلاغ بعنوان بمناسبة عيد العرش المجيد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يصدر عفوه السامي على 1769 شخصا من بينهم عدد من الحالات الإنسانية.